في الرابع والعشرين من هذا الشهر في كل عام يحيي البوليفيون مهرجان الخصوبة أو كما يعرف بالأسيتاس في العاصمة لاباز. والكل هنا من شعب إيمارا يرجو مباركة من إيكوكو إله الخصوبة. وتقول امرأة زائرة تلقى هذه المباركة دائما من الأب، فليبارك لي بها ببيت ومال وعمل وصحة جيدة. ويقول زائر آخر: اشترت لعائلتي مجسما سيسعدني كامل السنة وسيبعد عني الأرواح الشريرة. وعندما تشتري منزلا من هذا النموذج فهذا يعني أنه سيكون لك بيت، وكل شيء يتحقق بالإيمان، فالإيمان يحرك الجبال. تقوم فكرة المعرض على عرض إبداعات الحرفيين، ويشتري الرواد مجسمات صغيرة تمثل أحلامهم وتطلعاتهم التي لا تخرج عن إطار المألوف مثل المنزل والمال.